بقول كل فلاحين مصر وكل قائمين على الزراعة في مصر، خلوا بالكم لأن أهم حاجة في حياتنا الزراعة، ولازم كلنا نحافظ عليها، ولازم نحافظ على الرقعة الزراعية وما تمتدش إليها يد العبث، عشان كل شبر في مصر زراعي محتاجينه من أجل أولادنا ومن أجل مستقبلنا. طب أستاذ هاني، معلش هذه المناسبة، بالنسبة للاعتداء الغاشم على جنودنا على الحدود المصرية، مفيش بني آدم أو إنسان يقبل أي اعتداء على أي إنسان، وده اعتداء غاشم وربنا هيجيب لنا حقنا إن شاء الله. هل قدس البابا هيقدم بيان في الشهر؟ قدس البابا في الخارج في العلاج الحقيقة. من يمثله؟ احتمالات هو وهو في الخارج بإذن الله طبعا، لأنه لا يرضي ما حدث يعني. الحقيقة مناسبة جميلة قوي ان يبقى مصر نسيج واحد في شهر كريم، الكل بيعبد ربنا حسب العقيدة بتاعته، يقدم حب ويقدم سلام، يبقى وطن نسيج واحد. في الحقيقة انا مسرور جدا اكون في وسط الناس البسطاء، فلاحنا ومثقفينا ورجال الدين وممثلين الوزارة، سيد نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة ووزير الري ومندوب الأزهر، وقاعدة الجميلة من الفلاحين دول، حاجة جميلة جدا ان احنا نكون مع بعضنا في هذه المناسبة السعيدة جدا يعني. المناسبة السعيدة ومناسبة الأحداث السخينة على سيناء، ممكن حضرتك بس كلمة كده؟ طبعا هو معروف من زمان المشكلة الاعتداءات، ومصر هدف لكل اللي حواليها. احنا بنصلي من قلبنا ان ربنا اللي بارك مصر وباركها بزيارة العائلة المقدسة يحفظها، لكن احنا بنرفض اي اعتداء طبعا على بلدنا. ده انا راجل قعدت في القوات المسلحة 6 سنين على خط الجبهة وحققنا النصر، فاحنا ما نقبلش اطلاقا اي اعتداء علينا اطلاقا يعني. تشكر حضرتك بمناسبة هذا يعني الحديث لحضرتك. متشكر جدا. متشكر. الشهداء على الحدود المصرية، يعني هل حضرتك يعني لأسرهم كلمة كده من هذا المكان المبارك؟ احنا طبعا بنقدم لهم خالص التعازي، ودول شهدائنا وان شاء الله هياخدوا حقوقهم تماما يعني. هل هيطلع قرار من مجلس؟ اكيد طبعا، القرار المجلس الاعلى للقوات المسلحه ما بيسيبش حاجه، ان شاء الله هيتصرف. كل عام وحضرتك. انت بالصحه والسلامه.